السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نفتح وإياكم ملف مواكب جرد الحساب التي خرجت اليوم في العاصمة الخرطوم بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية. ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة دكتور محمد عبد الرحمن الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس سويس. مرحبا بمشاهديك الكرام. نعم. قناة طيبة. دعونا في بداية هذه الحلقة نستعرض وإياكم هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذه المواكب. في الذكرى الأولى للتوقيع على الوثيقة الدستورية شهدت شوارع الخرطوم انطلاق مواكب حملت اسم مواكب جرد الحساب. المظاهرة دعت لها تنسيقيات من لجان المقاومة بولاية الخرطوم وأكدت أنها مستمرة إلى حل تنفيذ كافة استحقاقات الثورة. المواكب اتجهت نحو مقر مجلس الوزراء رافعة شعارات داعية لتصحيح مسار الثورة وتدعو حكومة قحط لتنفيذ إصلاحات عاجلة. وقبيل انطلاق المظاهرات أصدرت التنسيقيات بيانا حذرت فيه حكومة قحط من استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين مهددة بإغلاق تام للولاية حال تعرض القوات النظامية لمواكب الثوار. سلطة ولاية الخرطوم ردت على دعوات التظاهر مؤكدة أنها بصدد توفير الحماية الكاملة للمواكب وأنها راعت مصالح المواطنين ولن تقوم بإغلاق الطرق والكباري. وبخلاف انتشار الجيش منذ صباح اليوم حول القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها، تمكن المتظاهرون من التجمع أمام مجلس الوزراء بسلاسة واستمر هتافهم الذي لم يسلم منه الجيش بالتعريض بمحاكمة قادته. ساعات مرت ودون معرفة الأسباب شرعت الشرطة في تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع كما سمع دوي للرصاص في محيط التظاهرات. في المقابل صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم وأغلقوا بعض الطرق في الصحافة وبر المعرض وقاموا بإشعال الإطارات. مراقبون ومنظمات حقوقية أشارت إلى أن الحكومة الحالية تستخدم العنف كآلية للتعامل مع أي طيف من أطياف الشعب حتى لو كان من حاضنة قحط التي أوصلت الحكومة إلى سدة الحكم. واستنكر الحقوقيون ممارسة قحط للقمع والتنكيل بحق أي صوت معارض، وكأن النظام الحالي يسير على ذات الخطى التي سار عليها نظام من سبقه. وفي الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على الوثيقة الدستورية يبدو أن حكومة قحط ستتبع نهج الرصاص والمسيل للدموع في التعامل مع أي صوت ينتقدها حتى لو كان صوت ولدها. نعم، كانت هذه يعني مجمل حصيلة ما حصل اليوم في المظاهرات التي دعيت إليها تحت مسمى جرد الحساب بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية. دكتور، في البدء نضع المشاهد في التفاصيل، ما بعض المشاهدين يكون غير متابع وحتى ممكن يكون ما عارف طيب الليلة اطلع منه واتضربوا منه، ولأن الحكاية بقت في السودان شوية يعني بقت جايطة، فهذه المظاهرات من يقف وراءها؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المظاهرات في البدء دعت لها لجان المقاومة ومن ثم تبناها تجمع المهنيين، لكن ياتوا تجمع الآن بقى في تجمعين، يعني تبناها التجمع اللي عنده آراء سلبية تجاه الحزب الشيوعي وتجاه أو أقصد تجاه قحط يعني عموما. وطبعا قطعا فيها الآخرين من أجل أن يستفيدوا من الخروج جميعهم يعني. نعم. هذا يعني كيف نفهم هذه الصورة، تجمع المهنيين الذي هو يعني هو جزء من قحط وكان جزء من الحاضنة السياسية التي شكلت هذه الحكومة، يدعو إلى مواكب لتتظاهر ضد الحكومة، هل يتظاهر الإنسان على نفسه يعني؟ والله هو طبعا تجمع المهنيين الآن زي ما قلنا هو تجمعين، تجمع يعني للشيوعيين وتجمع لمرافيد الشيوعيين زي ما تكلمنا من قبل. كيف دي تجمع الشيوعيين تجمع مرافيد الشيوعيين؟ خلينا نفصل حتى يعني تجمع المهنيين نحتاج أن تكون الأمور فيها صراحة ووضوح حتى يعني يفهم الجميع ماذا يقصد. معروف أن تجمع المهنيين انقسم إلى 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 كتلتين. نعم. قطعا. والكتلتين كتلة تسمى كتلة اللي هي الكتلة اللي فيها دكتور الأصم والجماعة اللي بيسموها كتلة العصم، وكتلة أخرى
التي يعني لا يزال فيها أعضاء الحزب الشيوعي والذين يريدوا أن يجيروا كل نشاط تجمع المهنيين لصالح الحزب الشيوعي، مع أنه تجمع المهنيين هو تجمع مهنيين مفترض فيه أصلا هو ذاته حسب قانونه هو نقابة، لا ينبغي لهم، هي 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 جسم مطلبي لا يدخل في السياسة إلا من بوابة المطالب. نعم. وهكذا. والجسم الآخر هو الجسم اللي مشى واتفق مع الحلو ورتب مع الحلو، إذن القسم القريب من الشيوعيين كما ذكرتم هو الذي نسق مع الحلو وحسم خياراته تجاه بالضبط يعني الخيار ربما حتى المسلح. أيوة. ضد هكذا، لأنهم يعني بيعرفوا إنه بالضرورة لابد أن يكون عندهم ترتيبات مع اللي هي الحركة اللي يسمى بالحركة الشعبية، جناح الشمال كما يقال يعني. نعم. بالنسبة لهذه المظاهرات، كيف نفهم الدعوة في هذه المظاهرات لهيكلة الجيش التي كان تجمع المهنيين أشار إليها، وأيضا الحلو نفسه دعا الناس للمشاركة في هذه المظاهرات وتأكد على هيكلة الجيش؟ وطبعا دي واحدة من الملفات التي للأسف الشديد كل هؤلاء الذين يرتكبون الخيانة العظمى تجاه الوطن، واحدة من الملفات التي دقوا على وترها كثيرا في إنه، والكلام ده بالمناسبة ما هو جديد، الكلام ده حتى زمان أيام جبهة الهيئات في 64 نفس الموضوع، هيكلة الجيش وهيكلة القوات النظامية والقوات المسلحة، لأنهم يعرفوا أن هذه القوات المسلحة والقوات النظامية والأمن هي الكتلة الصلبة في البلد، وهي الجهة دعني أقول لعلها الوحيدة المتماسكة التي على أقل تقدير فيها قانون يعني يحترم كثير من الأشياء، وحتى المشكلة الصراع الأيديولوجي الذي في داخل الجيش صراع غير واضح، لأنه لا يستطيع أحدا منهم أن يوضح وضعه الأيديولوجي أو غير ذلك، لذلك في حد أدنى بيربط نسيج الجيش، حد أدنى من المعاني الوطنية والمعاني القومية ومعاني الحفاظ على مصلحة البلد، هذه كلها خطوط يلتقي فيها كل أفراد الجيش، لا سيما الصف القيادي الذي دعنا نقول يبدأ من صف صغار الضباط إلى 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 كبارهم، ف يعني هذا هو ال نعم. لكن كيف نفهم هذه الدعوات لهيكلة الجيش والليلة تكون مطالبة نفس اليوم؟ أي كنت أود أن أضيف، عفوا أستاذ ويس، لعلي وأنا أتكلم ابتعدت عن النقطة الأصلية. هؤلاء الناس أخي يعرفون تماما أنهم بدون إضعاف هذا المكون في البلد لا يستطيعوا أن يستمرهم، هم عندهم أحلام كبيرة، أحلامهم أن لا يكون هناك حتى مرحلة انتقالية، لا، أن يستمرهم إلى ما لا نهاية في, 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 في الحكم، لأنهم يعرفوا تماما أنه مع نهاية الفترة الانتقالية انتهى وضعهم تماما في البلد، لأنهم يعرفوا تماما وضعهم عند الشعب، لا جذور لهم البتة. نعم. حتى هؤلاء الذين خرجوا ومظاهرات 30 من يونيو، كل الناس ديل ناس خرجوا يعني حتى لما كانوا يتكلموا بالإيجاب كانوا يتكلموا عن فريق صغير هو الفريق الذي أوصلوه للسلطة، لا كانوا قاعدين يتكلموا عن الحزب الشيوعي ولا عن اليساريين ولا عن العلمانيين. نعم. لكن كيف نفهم هذه الدعوات إلى هيكلة الجيش في الليلة، وإحنا بنسمع أيضا أنه المفاوضات في جوبا على الأقل مع جناح عقار يعني وصلت إلى الموافقة على دمج قواته في الجيش، ليس هذا هو المطلوب؟ صحيح، ولكن قوات عقار أو حتى أي قوات أخرى كانت تقاتل إذا وضع ضمن الترتيبات الأمنية مسألة هي ما إعادة هيكلة، هي عبارة عن تسريح ودمج، والتسريح والدمج عنده قانون وعنده ترتيبات عند الجيش وعنده تجربة الجيش حتى سابقة مع مجموعات مني أركم الناوي وغيره من الحركات الصغيرة التي انفصلت عن هذه الحركات الكبيرة وانضمت. هل تشيرون إلى أن الحلو يطلب أشياء غير ذلك؟ طبعا الحلو يطلب أشياء غير ذلك تماما، الحلو يريد أن يدخل
مجموعاته التي هي يعني لم نسمع عن تخريج مجموعة منها إلا الآن بعد أن قامت الثورة. نعم. تكلموا عن تخريج دفعة من وسموهم من المقاتلين، لا قالوا لا هم ضباط ولا قالوا تخريج ضباط ولا غير ضباط. نعم. الحلو يريد أن يعيد الهيكلة من أعلى نقطة في الجيش السوداني إلى أصغر نقطة، وهذا كلام لا يمكن أن يحصل. نعم. بأي حال من الأحوال، أنت كنت ميليشيا تقاتل ضد الدولة في فترة من الفترات، وكنت محسوب قانونا أنك خارج على القانون أصلا، وبالقطع طبعا الحركات المسلحة ليست مبرأة، عندها مشكلات ضخمة أيضا ارتكبتها وهي تقاتل نظام الإنقاذ. نعم. لأنه للأسف الشديد كانت عندهم كثير من المواقف التي بررت فيها الغاية الوسيلة. نعم. وقتلوا الناس كما قتل البشير الناس. والحرب في الناس لا، والحرب في النهاية لا تعرف صديقا، يعني بالضبط في النهاية يذهب ضحايا مدنيين كثر. أردنا أن نسلط الضوء على قضية هيكلة الجيش باعتبارها مطلب رئيسي أشار إليه تجمع المهنيين في بيانه، لكن عموما الناس الذين خرجوا اليوم كان الواضح مطلبين رئيسيين، هو إصلاح معاش الناس وإبعاد المنتفعين عن الحكم في إطار اقتصادي عام، وأيضا يعني جلب حقوق أو دماء الشهداء. هذه المفارقة في الأشياء التي يركز عليها السياسي السوداني والشعب أو المواطن العادي، كيف نفهمها؟ طبعا هم المواطنين طبعا كانوا بيتخيلوا، كان عندهم أمال عريضة في الحقيقة في أن حكومة حمدوك من اليوم الأول ستكون حكومة مرحلة انتقالية حقيقية لا علاقة لها بكل هذه الملفات الشائكة والكبيرة، وإنما كان ينبغي أن تكون مرحلة انتقالية لفترة محدودة تعالج فيها مشكلات الناس والضائقات المعيشية ومشكلات الخدمات وكذا، وتهيئ البلاد للتغيير الذي حدث، والانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب حكومته التي بعد ذلك هو مجبور أن 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 يتحمل قراراتها وأن يقف معها مجبرا على ذلك، لأن هذا خياره. لكن للأسف الشديد حكومة حمدوك فور أن جاءت، الشعب ينتظر أوضاع معينة وحلول معينة، وكانت الحكومة شغالة في طرف آخر. هؤلاء الناس يعني، لذلك كم مرة نقول هنا في هذا المنبر أن هؤلاء جزر. جاءت الحكومة أولا من البداية كانت في مشكلة كبيرة جدا في اختيار الحكومة، وفي اشتغلوا بمحاصصة لا علاقة لها لا بالمعايير ولا بمن سيخدم ولا بمن يمكنه أن, 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 أن يحرك. هذا أولا. ثانيا لم يستطيعوا أصلا أن يحلوا المشكلة السياسي الذي هو أصل كل الإشكاليات. قحط تبدو للناس في الخارج أنها مؤتلفة وأنها، ومن الداخل فيها خلافات كثيرة، وفيها كثيرة جدا وصراعات كبيرة. نعم. جدا لم تستطع أن تمر بالبلد ولا أن تعبر كما دائما يردد. نعم. حمدوك يعني. كان لافتا يعني إصدار بيانين حقيقة، بيان خرج من ولاية الخرطوم بيتكلم على أنه يعني لن يغلق الكباري والطرق وسيحمي هذه المواكب ولن يتعرض لها بسوء، ويعني دعت الناس الولاية دعت الناس التزام بالمواقيت المعلنة من منظمي المواكب. وأنا هنا أقرأ من البيان، وتكلمت أن الولاية ستعمل على حماية وتأمين المواكب حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين، حفاظا على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي كما عودنا ثوار ديسمبر لماجد. هكذا ذكر البيان، ويعني كلام كثير. على الجانب الآخر خرجت البيان من لجان المقاومة يعني كلام واضح بأنهم يحذرون من التعرض لهذه المواكب. خلينا نشوف مع بعض شكل المواكب الليلة كيف كان. ممكن نشوف هذه الفيديوهات لمظاهرة اليوم. أنتم لنا علم ألوان زهرية، ألوان مددنا بسرود ثورية، بسرودنا الحدة الفوز والمحنة،
على السن والدلال على الغم والإرهاب وليا على وجه وجه الله ودل وقوم والبيت بعملهم والويل للكيزان الويل للكيزان الويل للكيزان. نعم، كانت هذه مجموعة من اللقطات لبعض المظاهرات التي شهدتها الخرطوم اليوم. دكتور، كيف نستطيع أن نقارن بين تصرف الحكومة مع من يدعون كانوا إلى مظاهرات جمعة الغضب؟ يعني الليلة إحنا يوم الاثنين الجمعة الماضية، ليس الوقت بعيد، بهذه الطريقة كانت المظاهرة أول ما بتجي مارقة من المسجد، فضلا عن تقطيع الكباري والطرق، وتباشر مباشرة بإطلاق البومبان والاعتقالات للمتظاهرين، رغم أن المتظاهرين لم يصلوا إلى مناطق حيوية مثل مجلس الوزراء الذي وصله اليوم المتظاهرين. وطريقة التعامل الليلة بفتح مسارات ولاية بتعلن أنها ستحمي هذه المسارات وأنها لن تغلق الطرق ولن تغلق الكباري، والسماح للمتظاهرين بالوصول إلى مجلس الوزراء. هل تتعامل الحكومة بعدالة مع كل أصناف الشعب؟ بالقطع لا، بالقطع لا. واضح جدا طبعا، وحتى مسيرة 30 من يونيو واضح جدا جدا الكيل بمكيالين في قضية التعامل مع الشعب مع الناس الذين ينبغي أن تحقق فيهم أنت شعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة. فللأسف الشديد يعني هم هذا النهج الذي بدأ به اليسار وبدأ به العلمانيون وسرقت الثورة الذي بدأوا به أصلا طريقتهم ونظامهم، يعني نظام الإقصاء ونظام تقسيم الناس إلى 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 فسطاطين وإلى ناس معانا، مع أنه كل هؤلاء ليسوا معهم، وديل لسه ما طلعوا إلا من أجل التصحيح وإلا من أجل كشف حساب كما هو معلن. نعم. فهم للأسف الشديد تعاملوا بمكيالين، وشعب بالمناسبة شعب ذكي وشعب يعرف الكلام ده تماما، وشعب يعرف أن التعميم خطيئة كبيرة جدا، أن تعمم مثلا التيار الإسلامي، تعمم يعني مشكلات الإنغاذ ومشكلات المؤتمر الوطني، تعلقها على كل الإسلاميين الموجودين في السودان بأطيافهم المختلفة. لذلك فقدوا تيار ضخم وقواعد ضخمة، وفقدوا ناس كان ممكن أن يقفوا معهم، كان ممكن حتى أن يحاولوا الإصلاح معهم. نعم. لكن للأسف الشديد غير موفقين، لأنه كانت عندهم أهداف. طيب. أتوا من أجلها، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى هو من ورائهم محيط، هم لن لذلك لن. نعم. يوفقوا، لن يوفقوا أبدا. لكن نأخذ الصورة من جانب آخر. الولاية رغم إعلانها ورغم أنها سمح لهذه المواكب أن تصل إلى مجلس الوزراء، وجدنا صورة مختلفة على الجانب الآخر، أنه الجيش أعلن إغلاق منطقة القيادة العامة. هناك بعض المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم أشاروا لإغلاق بعض الطرق أو كباري يعني، لكن ليس بالشكل المعهود في أيام الجمعة في حالة الدعوة لجمعة الغضب. هل فعلا الدولة تتحرك على قلب رجل واحد، أم أن هناك يعني اتجاهات، يعني اتجاه بيقول إحنا ما حنغلق واتجاه ثاني بيغلق بمزاجه؟ يعني زي ما قلنا، الدولة في حالة سيولة كبيرة جدا، والحكومة واضح أحياناً كثير من قراراتها لا تمر عند القوات المسلحة وعند الجيش وعند الأمن، لا تمر.
كثير من القرارات، لانهم عارفين انه دي قرارات ذات صاحبة غرض وقرارات كلها مغلفة بتغليف حزبي وفيها حمولة حزبية واضحة. فلذلك الجيش قاعد يشتغل على ضوء استراتيجيته في التأمين وعلى ضوء خططه في التأمين، فما قاعد ما واضح انه كده نظرية الجزر دي وانهم ناس ما في تنسيق. لو كان في تنسيق واضح في الحقيقة مع الجيش ومع القوات دي كلها كان يمكن ألا يحدث أي إشكال، ولا حتى أن يكون في مشكلة لا في اختناق مروري ولا في غير ولا في كده. لكن لأنه الثوار كده لوحدهم رتبوا أمورهم وخرجوا، وبالمناسبة وضعوا الناس كلهم في الأمر الواقع، يعني ما كانوا يستطيعوا أن يرفضوا أطول، لا ما كانوا يستطيعوا أن يرفضوا لا الولاية ولا، والولاية فعلت هذا بالمناسبة من أجل أن 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 تقول للثوار والله نحن معكم، ومن أجل أن تكسب نقاط عند الثوار وعند الشارع السوداني، وإلا ما فعلوا شيء للثوار. وأين الحماية التي كانوا يتكلموا عنها والذين هم حموهم هم الذين ضربوهم؟ نعم. لنشاهد معا أيضا مقطع من المظاهرات أمام مجلس الوزراء، نشاهد معا. نعم، كانت هذه شكل المظاهرة أمام مجلس الوزراء. يمكن أيضا أن نقارن فقط بكيف تبدأ المظاهرة حينما تكون يعني دعوة لجمعة غضب. هذا مشهد أمام مجلس الوزراء، ونشاهد الآن مهاجمة القوات الأمنية ل يعني بداية تجمع الناس في جمعة الغضب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا تدين لشرع الله، ولا تدين لشرع الله، لا إله إلا الله. تم بانه يا أخوان، الثبات 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 الثبات، لا نعم دكتور، يعني شاهدت معي هذا حتى نعم. الناس لسه ما يتجمعوا مباشرة، تم يعني استهدافهم بالبمبان وتفريقهم واعتقالات أيضا في صفوفهم، وكنا للأسف كانت هذه المشاهد في بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بيفرح بمثل هذه المشاهد، بيقول للأسف يعني أنه هذا العنف مقبول لأن الناس دي لاي معليش خليه يضربوهم خليه يسهولهم. للأسف الشديد، لأنه دي تزعجهم هم وتزعج أسيادهم وتزعج الناس المرسلينهم ديل كلهم. لكن من ناحية شعبية قبل ما أن تزعجهم كمظاهرات، أنا بهمني الآن قضية التعامل ما أنا دار أقول لك الكلام ده. لماذا قمعوا هذه المظاهرة حتى قبل أن والمسيرات حتى قبل أن تكتمل حتى قبل أن تتحرك؟ لأنهم يعرفوا تماما أن هؤلاء يعني ضد حكومة قحط، وأن هؤلاء ضد الممارسات التي تقوم وضد السياسات التي يتخذونها. أصلاً القبول بقمع أي مظاهرة هل هو علامة إيجابية؟ قطعاً لا، هذا كلام يعني أنت لا يمكنك أن تتشدق أمام الناس بأن يعني شعارات الثورة هي حرية سلام وعدالة ثم تضيق بمواطن سوداني يريد أن يقول رأيه. نعم. يعني أنت إذا ما استطعت أنت الآن في 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 مرحلة انتقالية وفي أن تحقق العدالة وأن تستمع إلى كل الآراء إلى كل الناس، يكفي أن هؤلاء تركوك تحكم. كان يمكنهم ألا يتركوك تحكم ولا ليلة واحدة. ما تقول لي توقيع على وثيقة دستورية ولا غيره. أن إحنا التيار الإسلامي الضخم في السودان، يعني excluding المؤتمر الوطني يساوي كم يا أخوي من الإسلاميين في السودان؟ ولا حتى 15%. ها كل هؤلاء باعتبار الشعب شعب مسلم. تتكلم عن تيار إسلامي سياسي، تتكلم عن عموم الشعب المسلم. أنا أتكلم عن كل ما تراه اليوم أيضا من الذين خرجوا من هؤلاء. لم يخرجوا ضد الإسلام ولم يخرجوا ضد الدين ولم يخرجوا ضد الشريعة.
فهؤلاء هذه الجموع كلها التي خرجت هي شعب سوداني. إذا أنت ما قادر تعدل معهم وتتركهم يقولوا رأيهم واضحا وتستمع لرأيهم أنت متى ستحقق العدالة؟ إذا المظاهرات الليلة أيضا ما استمرت بهذا المستوى، وإنما وصولا إلى محاولة تقسيم مذكرة لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء أرسل موظفا لاستلام هذه المذكرة، المتظاهرون رفضوا أن يعني يسلموا لهذا الموظف، وبدأ الهتاف الليلة ما بنرجع إلا حمدوك يطلع. فقامت الشرطة بعد ذلك حسب ما وصلنا من معلومات باستهداف هذه المواكب أيضا بالبومبان، وسمع في المنطقة دوي الرصاص، وحصل هناك تداول لبعض الصور يعني مصابين، لكن لم يتسنى لنا التأكد من صحتها. نكتفي فقط بما ورد من يعني استهداف بالبومبان أمام المناظر أو أمام أنظار العدسات. نشاهد معا. نعم دكتور، ما تعليقكم على يعني أنه الناس الذين يفترض أنهم حاضنة شعبية للحكومة تريد تصحيح المسار أيضا تواجه بالبومبان؟ الحكومة دي بقى صاحبة منه إذا كانت هي بتستهدف في جمعة الغضب، تستهدف في الناس دي اللي. والله أنا في الحقيقة ده درس جيد جدا جدا لكل الذين لا يزالوا في الأسافير يقولوا شكرا حمدوك، يلا أشكروه هسي، أشكروا حمدوك الآن. يعني الحكومة دي حكومة هذه المكاتب، حكومة لا علاقة لها بهذا الشعب المسكين الذي يعاني، لا علاقة لها لا بيصلح معاشه ولا بيصلح خدماته ولا تعليمه ولا صحته ولا غيره. دي الناس ما عندهم حاجة يقدموها. عشان كده بالمناسبة يعني أنا شخصيا بفتكر إنه ده فيه رسالة واضحة جدا جدا لهؤلاء الثوار. حمدوك بالمناسبة مش خرج لأنه فقط يعني قالوا مشغول، خايف منكم عديل كده، لأنه يعرف أنه لم ينجز شيئا لكم. حمدوك خايف منهم لأنه عارف أنه ما حينجز حاجة، وعارف أنه ممكن يواجه بكثير من الهتافات وكثير من الكلام، لذلك لم يخرج. وهل هذا يعتبر سبب في أنه لا يشارك واحد في الأعراس ولا يشارك في الأطراح ولا يشارك في الأعياد ولا لم يرى في أي مكان؟ حمدوك ده ما قاعد يرى إلا في الشاشات حمدوك ده، وحيستمر كده لغاية ما يجي. شفت كيف حمدوك دكتور نهج قمع المتظاهرين هل يعني يعد يعني ظاهرة سيئة؟ ده تأسيس لديكتاتورية جديدة طبعاً. لا، واليساريين بالمناسبة هذه طريقتهم. ما تشوف الآن هذا الملمس الناعم لأهل اليسار الآن فقط لأنه جايين باستراتيجية واضحة إنهم لابد أن يكسبوا هذا الشارع السوداني، لابد أن يكسبوا الشعب، لابد أن 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 أن, أن يعيدوا يعني زرع بعض البذور لإيجاد بعض الجذور والتي لن تكون إن شاء الله تعالى، لأن فكرهم وإيديولوجيتهم مخالفة تماما لفكر الشعب ولهويته ودينه. نعم. هم كانوا دكتور كان عندكم تعليق سابق في مظاهرات جمعة الغضب، قلتم بأنه الناس لو قبلت بقمع مظاهرات جمعة الغضب فهذا سيعطي يعني تصريح للنظام بأن يمارس هذا القمع حتى مع غير الناس في جمعة الغضب، وهذا هو الدليل لأنهم قبلوا بإيذاء إخوانهم لما خرجوا يوم الجمعة في جمعة الغضب، وهم يعرفوا أن من حقهم أن يخرجوا، من حق أي سوداني أن يخرج. هل الذين خرجوا من المساجد كانوا مؤتمر وطني؟ كانوا مواطنين عاديين، رآهم كل الناس على الشاشات، مواطنين عاديين خرجوا من أجل دينهم وهويتهم. أنا من حقي يا أخي، هذا رأيي وهذه هذا فكري وهذا ما أوده في بلادي كمسلم وكأغلبية يا أخي. كأغلبية دكتور فهؤلاء الذين رضوا بالذي حدث لإخوانهم في جمعة الغضب شربوا من ذات الكأس اليوم في عند مجلس الوزراء. دكتور اسمح لي أن أخذ من الخطوم عبر الهاتف أستاذ المظفر الدقيل الناشط السياسي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، والله تحية لكم ولكل الأسرة.
اهلا بك. استاذ المظفر، يعني كيف تلقيتوا موضوع المواكب الليله اللي هي مواكب جرد الحساب والاعتداء عليها من قبل القوات الشرطه بالبومبان وربما اطلاق الرصاص في محيط منطقه التظاهر؟ استاذ مظفر، يمكن لعلنا فقدنا الاتصال باستاذ مظفر، نحاول ان نعود له في سياق البرنامج. دكتور، يعني الاعتداء على الجماهير هذه، وهذه الجماهير هي يعني مشكله من يعني مواطنين وبعض اعضاء لجان المقاومه، هل يعني يعد قطع لحبل العلاقه ما بين لجان المقاومه وحمدوك، الذي يعني كان يظهر في السابق كثيرا كان حمدوك يحرص على انه يحتفي بهم وانه يقابلهم وانه يمد الجسور معهم؟ والله انا 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 ارجو ذلك في الحقيقه. انا ارجو ان يكون بالفعل هذا درس ياخذه شبابنا في لجان المقاومه، ليعلموا تماما ان هؤلاء الناس السرق الذين سرقوا ثورتنا وسرقوا ثوره شبابنا، يعرفوا انهم درجه ثانيه، درجه ثالثه ذاته في الاهتمام، ده لو بيجوا درجه ثالثه. يعني حمدوك كان يمكن مهما يكن مشغولا وهو يعرف ان هناك مظاهره ستاتي اليه الى 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 مجلس الوزراء، كان يمكنه ان يهيئ باي سبيل ان شاء الله من البلكونه من فوق، كان يمكنه ان يهيئ نصف ساعه ولا ربع ساعه يقابل فيها هؤلاء الناس. فلذلك انا شخصيا اتوقع ان 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 عدم خروج حمدوك هذه المره له ما بعده، له ما بعده. لعلنا نعود للمظفر. استاذ مظفر، مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم، اكرر سؤالي، يعني كيف تلقيتم قضيه مهاجمه مواكب اليوم بالبومبان وتفريقها بهذا الشكل؟ كان هجوما متوقعا وكان اعتداء متوقعا من قبل أن قوى الحرية والتغيير، وأن هذه الحكومة القائمة حاليا هي حكومة طامعة للحريات، هي حكومة تنكرت للشعارات التي أتت عبرها إلى السلطة، وهذا أمر غير مستغرب. الاعتداءات التي تمت اليوم على مواكب جرد الحساب هي اعتداءات متوقعة، وهي تفسر داخل إطار الصراع الداخلي بقوى الحرية والتغيير. لكن دقيقة بس لو سمحت، انت بتقول انه هذه كانت متوقعه، كيف متوقعه واحنا قرينا كلنا واستمعنا الى خطاب الولايه الواضح بانها حتحمي هذه المواكب وانها لن تعتدي عليها وانها تفتح لها المسارات، وفعلا شفنا في الصباح كيف فتحت المسارات والناس وصلت لحد مجلس الوزراء. يا عزيزي، ان الوالي هذا هو في الاخر يحمي سلطته ويحمي هذه الحكومه التي هو الآن على سدة إحدى كراسيها، ولكن هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا بدعاوي لإصحاح المسار ولجرد الحساب ولتغيير المسار الذي آلت إليه هذه الحكومة وآلت إليه ثورتهم المصنوعة هذه، فإنهم بالتأكيد لن يسمحوا لهم بتقديم مطالبهم ولن يسمحوا لهم بمحاولة تصحيح هذا المسار، رغم أني أعزي هذه التظاهرات إلى أنها من صنع الحزب الشيوعي السوداني، خاصة أن هذه التظاهرات تأتي في زمن تمت فيه مناقشة الميزانية العامة لهذا العام، والتي كانت بشكل كبير تخالف لكن الفكري للحزب الشيوعي. نعم، المظفر، أنت بتقول المظاهرات يعني هي تأتي استجابة الحزب الشيوعي، عشان يعني نكون واضحين، يعني أنت بتصف أنه كل المتظاهرين الليلة هم أعضاء في الحزب الشيوعي مثلا؟ ليسوا لم عن الذين شاركوا في التظاهرات، ولكن تحدث عن من يدير المشهد، من يخطط لهذا المشهد، من يقرر ان تكون هنالك تظاهر لجرد الحساب. انا اظن نحن الليله، بس معليش، انا معليش بس عشان نكون واضحين، نقول المظاهرات الليله كان فيها حتى ناس نساء منتقبات، كان فيها حتى بنات يعني بحجاب كذا، يعني ممكن الزول يسمعك يقول لك كيف يعني الحزب الشيوعي؟ يعني يا عزيزي، ان التظاهرات هذه
أقول أن الحزب الشيوعي هو الذي رتب لها، ولكن هذا لا يعني أن يأتي الحزب الشيوعي بلافتاته وأن يأتي بعضويته ليخرج في هذه التظاهرات. التظاهرات معروف أن الذين دعوا لها وأن الذين أيدوها في تجمع المهنيين، هذا التجمع الذي هو الآن تديره مجموعة تسمى من قبل السكرتارية القديمة للتجمع بمجموعة الاختطاف الحزبي نسبة إلى الحزب الشيوعي، أيدت هذه التظاهرات، أتت منددة بإجراءات التحرير الاقتصادي وإجراءات رفع الدعم الاقتصادي. هذه تتحدث عن إعادة هيكلة دول الحرية وتغيير هذا الأمر الذي التجمع المهني الذي يفنط أمره الآن إلى الحزب الشيوعي عن طريق هذه السكرتارية تسمى بسكرتارية الاختطاف، وحتى أنها أمر باتفاق مع الحركة الشعبية دفاع الشمال، وكان من ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها هيكلة الحرية والتغيير. أنا عشان بس إذا أنت في قراءتك أن الذي يدير المشهد هو الحزب الشيوعي لكن المشاركين من عامة الشعب. أنا السؤال دار أختم به، الشباب الذين شاركوا اليوم في هذه المظاهرات، هل السبب الداعي لخروجهم في هذه المظاهرات هي المطالب التي أعلنها تجمع المهنيين أو حتى الحزب الشيوعي كما تقول أنت، أم لديهم مطالب أخرى دفعتهم لهذا للخروج في هذه المواكب؟ هؤلاء الشباب للأسف مغرر بهم، هؤلاء الشباب هم نفسهم الشباب الذين خرجوا في ديسمبر 2019 ليقولوا كلمتهم، وخرجوا من بعدها في كل التظاهرات التي كانت موجودة في الأزمان السابقة، وهؤلاء الشباب للأسف مقرر بهم، هؤلاء الشباب يدفعهم حماستهم، يدفعهم حبهم لثورتهم التي اختطفت من قبل قوى الحرية والتغيير، ولكن للأسف يتم استخدامهم في أجندات حزبية دون علمهم. بالضرورة أن هؤلاء الشباب حركهم أيضا الوضع الاقتصادي المتأزم، حركهم خيانة قوى الحرية والتغيير ميثاقها الذي توافقت فيه مع هؤلاء الشباب. قوى الحرية والتغيير أخفقت في تنفيذ كل الوعود التي وعدت بها هؤلاء الشباب، والدليل أنهم أسموا هذه التظاهرة بتظاهرة جرد الحساب. وربما أن ما كنا نقوله قبل عام من توقيع الوثيقة الدستورية قد استوعبه البعض الآن، أن هذه القوى التي اقتسمت السلطة مع العسكر مع اللجنة الأمنية لنظام البشير ليست جديرة بأن تدير شأن هذه البلاد وليست حريصة على الانتقال السياسي، هي مجموعة حزبية معروف تاريخها وهي نعم. أنتم كنشطاء سياسيين في ختام هذه المقابلة، يعني بعد قمع هذه التظاهرات وبعض لجان المقاومة هدد بتتريس الشوارع وإغلاق الخرطوم، هل تتوقعون أن يحصل فعلا تصعيد في الأرض؟ أجل أتوقع أن يحدث تصعيد. أنا لدي معلومات الآن أن هنالك محاولات لترتيب اعتصام بشارع المعرض ببري، وهذا الأمر أيضا أنا أرجع وأقول أن وراءه الحزب الشيوعي، لأن الحزب الشيوعي يظن أن هنالك مشهد مرتب. هذا المشهد هو الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وهددت من يقفون عائقا أمامه بالمعاقبة، وهذا المشهد بالضرورة لن يستوعب الشيوعيين ولن يستوعب كل القوى اليسارية الراديكالية داخل قوى الحرية والتغيير. هذا المشهد ترتب له شلة حمدوك، شلة المزرعة، ومن يقف حولها ومن يلتف حولها من قوى ليبرالية سياسية توجد داخل قوى الحرية والتغيير. نعم، مظفر الدقيل ناشط السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور، استمعتم لما قاله المظفر، بيتكلم عن أنه في دعوات لاعتصام من قبل جهة المقاومة، لكنه بيجزم بيقول لك الحكاية دي حتى وراها الحزب الشيوعي في إطار ترتيبات ربما تستبعده من المشهد. هذا منطقي الكلام؟ أولا أحيي أخونا المظفر من هنا. هو طبعا
متوقع أن 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 الحزب الشيوعي عودنا أنه قدم هنا وقدم هناك يعني. والكلام ده بداه من فترة يعني من مع بداية فشل حكومة حمدوك بدأ في الاجتماعات الخاصة للجان الحكومة التي هو يعني مؤثر حقيقي فيها يحضر ويقول رأيه ويصر على رأيه، ثم يأتي أيضا وينتقد في الأسافير وينتقد في أداء الحكومة وأداء فالحزب الشيوعي يمكن أن يكون هو وراء أو جزء من الذين هم وراء هذا الأمر. الحزب الشيوعي دائما يشتغل وراء ستار، لأنه يعلم تماما أنه لو أعلن أن هذه المظاهرات يقوم بها الحزب الشيوعي والله ما خرج معه عشرة من الثوار. لكن أول الشعار كان الشعار كان جاذبا، الشعار كان شعار جاذب لكل الثوار لكل الشعب، شعار جرد الحساب، فالناس خرجت المنقبات والمحجبات وشباب الثورة كله والذين هم ضد الحزب الشيوعي خرجوا لأنهم كانوا يريدوا بالفعل جرد حساب، وجرد حساب حقيقي يعني مع هذه الحكومة. فالشعار كان شعار مقبول وشعار جذب الناس يعني. نعم دكتور، لنشاهد معا مقطع اليوم تحدث فيه فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف عن قضية قمع التظاهرات، نشاهد معا. هذا الكلام يعني ليس جديدا، وإنما قلته بعد مظاهرات سبتمبر 2013، وقلته في المظاهرات التي كانت في ديسمبر 2018، وما زلت أكرره بأن المظاهرات السلمية التي يرفع أصحابها مطالب مشروعة، وهذه المظاهرات لا يكون فيها تخريب للممتلكات ولا إتلاف للأشياء الخاصة أو العامة، هذه المظاهرات ما ينبغي التعرض لها بسوء. وهذا الكلام وجهته شفاهة وكتابة، خاطبت به رجال الأمن في سائر العهود بأنه ما ينبغي الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وما ينبغي الاجتراء على انتهاك حرماتهم فضلا عن سفك دمائهم، وأن هذا حرام. ولكن أقول بأن أنا أقول هذا الكلام وأيضا إخواني من الدعاة وأهل العلم، لكن بعض الناس يكيل بمكيالين، يريد للمظاهرات التي تخرج بالمطالب التي توافق هواه أن تشرع لها الأبواب وأن تيسر لها الأسباب وأن تحوطها الشرطة والأمن بالرعاية والعناية. نعم كان هذا كلام الدكتور عبد الحي يوسف، وتكلم أنه هذا هو موقف ثابت من 2013 و2018 وما بعدها، وأنه موقف عام من كل مظاهرات بغض النظر عن تفاصيل من يقف وراءها. ما تعليقكم؟ هذا كلام العقل وكلام الشرع والدين، بل حتى وكلام السياسة. أنت يعني قامت ثورة من أجل الحريات ومن أجل العدالة ومن أجل فأيا كان الشخص الذي يريد أن يتمتع بالحق في الحرية والتظاهر وذكر رأيه، ينبغي على أقل تقدير إن لم تدعمه كدولة، إن لم يعني تحمه كدولة، فلا تتعرض له. وهذا كلام أنا أحسب أنه هذا يعني خطاب، هذا يا ليت الناس يسمعوا. نعم للعقلاء هذا الخطاب نفسه الدكتور عبد الحي يوسف كان قالوا للنظام السابق ولم يعبأ به أحد، ووصل البلد إلى ما وصل إليه من كان قتل للناس وإذاء، والليلة بيتكرر المشهد. ربما الجديد، ربما بعض التساؤل يقول لماذا نركز على هذه النقطة، لأنه كان عندنا مشهد مظاهرات مطلقة يطالب فيها الناس بعدم التعرض لها، ثم أصبحت مظاهرات محمية من الحكومة ومظاهرات تواجه من قبل الحكومة، والليلة إحنا بنشوف أنه المظاهرات كلها بقت يعني تغلق في وجهها الطرقات، وأيضا يعني تواجه بالقمح. هل هذا تأسيس لمشهد قمعي ربما يكون أشد في الأيام المقبلة؟ ده الكلام اللي كنا قاعدين نقوله، إنه يعني هذه هي ثقافة اليسار، وهذه هي طريقتهم. لكن دكتور ثقافة اليسار كيف ما نفس الشغل كان في التعامل مع الناس في فترة الإنقاذ، ما كان برضو التعامل كذا؟ فترة الإنقاذ للأسف الشديد لم يبدأ هذا إلا حينما
حينما فاحت رائحة الفساد من 2013، يعني بدأت المظاهرات، وعرفوا إنه والله هم إذا تركوا الشارع فالشارع سيسقطهم كما فعل في 2019. عشان كده نموذج، يعني نتكلم عن نموذج قمعي يعني يؤسس في نموذج قمعي، نموذج هم يشعروا بهذه الطريقة أنهم سيخففوا. بالعكس، أنت بهذه الطريقة ستؤجج الموضوع زيادة، أنت بهذه الطريقة ستشعر هؤلاء الشباب وستشعر هؤلاء الثوار أن هذه حقوق حقيقية، وأنك ما خرجت ضدهم وما قمعتهم إلا خوفا من أن يصلوا إلى حقوقهم وإلى نعم. يعني هل تتوقعون فعلا تصعيد ربما في الخطوات، أو أن هذا الحدث سيكون له ما بعده، أم أن خلاص الشعب السوداني أرهق من الأزمة الاقتصادية والأمور ماشية إلى تقبل هذه الأوضاع؟ والله سيحصل هناك تصعيد إضافي، لكن لعله لن يكون بذاك الزخم الكبير الذي يعني كما كان في 30 يونيو في تصحيح المسار، أو اليوم في كشف الحساب، لكن سيستمر تجمع المهنيين. أنا أتصور أنه سيكون على موعده في مسألة الاستمرار. ولجان المقاومة نفسها أيضا حذرت الحكومة في أنهم إذا تعرضوا لهذه المظاهرات فهم سيستمرون، بل حتى قبل تحرك المظاهرات هناك قيادي في تجمع المهنيين قال، وأيضا رئيس تنسيقية اللجان المقاومة قال، أن هذه المليونيات ستستمر حتى تحقيق أهداف الثورة وحتى تحقيق هذه المطالب. طيب، فأنا أتصور البعض قارن بين يعني بين بين, بين مشهدين، مشهد علي عثمان محمد طه في آخر فترة النظام حينما قال في مقابلته الشهيرة وقالوا لدينا كتائب ظل تعرفونها جيدا، أو يعني هكذا ينقل عنه، فالناس اعتبرت أن الخطاب بتاع تجمع المهنيين بأنه لجان المقاومة ستغلق الخرطوم بالمتاريس المعروفة أو كذا، قالوا بأنه نفس الخطاب أنه المتاريس التي تعرفونها جيدا أيضا. والله هي طبعا لا مقارنة بين الاثنين، صحيح في الفعل هي نفسها، يعني ده حيستخدم ميليشيات وده حيستخدم لجان المقاومة، هي ليست ميليشيات لكنها تجمعات لشباب انت حتستخدمهم سياسيا ليغلقوا العاصمة. انا اتصور لعل يعني تجمع المهنيين انا لا اتصور ان امامه وسيلة اخرى غير ان يحتج وان يغلق وان يلفت النظر بهذه الطريقة. دلالة الاعداد، يعني احنا الليلة في خروج لمظاهرات رغم يعني اعلان الحكومة انها ستحمي هذه المواكب، لكن هل فعلا احنا بنتكلم عن قوى حرية وتغيير وتجمع مهنيين فقدت رصيدها الجماهيري، بدليل أنه الأعداد اللي خرجت الليلة يعني ليست هي الأعداد التي كانت سابقا يضغط بها على المجلس العسكري؟ هذه أيضا نتيجة في الحقيقة وملاحظة واضحة، يعني مع أنها كانت أعداد مقدرة أيضا، لكن طبعا بالقطع ليست كالمليونيات السابقة التي كان يدعو لها تجمع المهنيين بالقطع. فتجمع المهنيين نفسه بسبب المشكلات التي في داخله، وبسبب أيضا صمتهم الطويل على كثير من قضايا الفشل التي صاحبت هذه الحكومة منذ بدايتها، ودفاعهم في الحقيقة عنها في البداية، حتى يعني وصل الأمر إلى بلغ السيل الزبا، حتى بعد ذلك تحرك تجمع المهنيين. تجمع المهنيين الآن أنا أتوقع إذا استمر هكذا لعله يعيد بعض رونقه عند الثوار، لكنهم بالقطع كان هو كجزء من قحط، وقحط نفسها قد فقدوا كثير جدا من أسهمهم عند الشعب السوداني، هذا مؤكد. رئيس وزراء حمدوك يعني ابتدأ اليوم ببوست ربما طويل على الفيسبوك، وتكلم فيه كلام كثير على الطبيعة الإنشائية التي عرفت عنه في البوستات، يعني بأنه ما بيكون فيها معلومات دقيقة إنما مشاعر، وبيتكلم قال مرة عام على توقيعي الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس العسكري الانتقالي، وتشكلت على أثرها هياكل الحكومة الانتقالية. ربما نشاهد هذا البوست الطويل الآن أمامنا على الشاشة، ويتكلم عن أنه تم تعيين الولاء ومسار السلام، وبيتكلم أنه في قضايا تحتاج تحقيق عدالة. المهم هذه التغريدة أو البوست الطويل الذي يعني تكلم أنه بحاجة إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن، ونعمل بروح الوحدة وندرك شعبنا مصلحتنا واحدة وهي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير، وتكرار
يعني عبارات السنعبر وغيرها. إحنا حرصنا أنه نرصد تعليقات الناس، لأننا قبل عام من الآن كان الناس كلهم ينتظرون وصول حمدوك، وكانت عبارة يعني شكرا حمدوك بدأت يعني أنه الناس يبدأوا يتداولوها. ممكن أشوف مجموعة من التغريدات أو التعليقات على هذه على هذا على هذا المنشور. وإحنا عموما عندنا رصد أنه تعليقات الرافضة بدأت تكون زايدة. يمكن يوسف عمر قال لا السلام تم والاقتصاد تصلح ولا دم المواطن المسكين سلم ولسه بيزهق بدون محاكمة وكثرة اللجان بدون نتيجة وحسبه الله ونعم الوكيل. منعم أبو شوك يقول مين جابوك؟ ولا الصادق ولا العساكر يعترضوا، شكيت في أمرك لكن قلنا نديك فرصة. الآن عفوا لقد نفذ رصيدك، ما تملان إنشاء ساكت. أيضا شهاب ساتي يعني هو بيتكلم بيقول زي ما أنتم شايفين في الشاشة أمامكم، يا أخي أنت فاشل بيخط ألفات كثيرة كده، وبيقول وطلعت كذا بورقك بورقة ثابت ده، وزخيرتك اللغوية اللي بتلف وبتدور فيها دي طلعت عيننا أكثر مما هي طالعة. الناس أيدتك وفرحت بيك وطلعت بيك الشوارع، وبنفس القدر خزلتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا. سمر حسين أيضا قالت الوثيقة الدستورية تم خرقها مئات المرات، صارت كوثيقة قريش التي علقتها في جوف الكعبة وكلتها الأرض. لابد من الجلوس جميعا وكتابة ميثاق جديد، ميثاق يشمل كل القوى الحية في المشهد السياسي وكل الحركات المسلحة. لابد من وحدة أبناء هذا الشعب، وإلا فالطوفان قادم. دكتور، بوست حمدوك الطويل وهذه التعليقات، كيف تقرؤون هذا التغير في المزاج الشعبي؟ وحيزداد لسه على المزاد، يعني لا تزال التعليقات يعني الناس عندهم محاولة أن تكون لسه. طبعا يعني هناك تعليقات أشد من هذه، لكن نحن حرصنا على أن تكون يعني تعليقات مقبولة يعني بقدر ما. مشكورين يعني على هذا. على كل حال حمدوك يعني الحنق الشعبي الآن هم ما فاضين عشان يقيسوه وعشان يشوفوا كم فقدوا من رصيد، فقدوا رصيد كبير جدا جدا جدا. حمدوك للأسف الشديد كان يمكنه أن يستفيد من المقبولية الضخمة التي وجدها أول ما جاء، وكان يمكن أن يصر على معايير في بداية اختيار فريقه كحكومة، لكننا للأسف الشديد شكوكنا الأصلية في أن هذا الرجل هو نفسه جاي عشان يأدي وظيفة، وهو نفسه جاي كده موظف منظمات دولية جاي عشان يؤدي حاجة معينة في هذا البلد ويذهب وبدأها أنا 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 أتعجب من الشعب السوداني. كيف يعني كيف يؤدي حاجة معينة يعني؟ الشعب السوداني ما نسى تاني يوم، الشعب السوداني نسى خطاب من أخطر ما يكون أرسله حمدوك سرا للأمين العام للأمم المتحدة، يطلب فيه ولاية على السودان وعلى البلد، وهذه لا تزال قائمة بالمناسبة. هذا الموضوع الشعب السوداني ما يتصور إنه والله موضوع ملف وانتهى، لا، فقط ينتظر الوقت المناسب، لأنهم يعني شعروا بالهبة التي يعني قام بها كل أطياف الشعب السوداني بالمناسبة، ليس فقط التيار الإسلامي وإنما كل أطياف الشعب السوداني ثارت على هذا الخطاب السري واعتبرته خيانة في الحقيقة للبلد. فحمدوك يعني أنا لا الفشل طبعا ده موضوع الناس خلاص خدتوه وراء ظهرهم، لأنه الناس ختموا عليه بالعشرة كلهم، وإلا لما خرج الناس في كشف حساب ولا خرج الناس في تصحيح مسار، الناس اللي جابوا شباب الثورة أنفسهم. لذلك أخي يعني أنا شخصيا لو من حمدوك والله، والآن بالمناسبة خلاف ضخم جدا وكبير بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير في قضية الوزراء الجدد بالمناسبة، وحيملوا على حمدوك لأنه هم اللي جابوا حمدوك، وحمدوك بالنسبة له أنا لا أتصور أن الآن أصبح الفريق يهم كثير. يعني حمدوك شغال في الشغل اللي بيسوي فيه، والفريق ده أصلا ما هو من زمان جزر في الوزارات المختلفة دي، وحيستمر كده جزر. نعم. والله المستعان يا شعب السودان. تجمع المهنيين أصدر بيان يدين فيه الاعتداء على هذه المواكب ويهدد بالتصعيد، الأمر الذي يبعث على السؤال هذه الدعوات من تجمع المهنيين، هل هو يتجه إلى سحب البساط من قوى الحرية والتغيير وتصرفاتها في الحكومة، أم أنه استشعر يعني حكومة حمدوك فيها تقول إلى الفشل القد تسقط فهو يريد أن ينقذ نفسه؟ والله يعني هو طبعا يمكن أن يكون كلاهما،
يعني هو عايز يسحب نفسه أولا ثم يريد أن يعيد يعني أسهمه عند الشارع السوداني وعند الشعب السوداني. ما هو زيه زي الإمام الصادق المهدي وزيه زي الجماعة اللي نزلوا من المركب قبل أن تغرق. والناس اللي القاعدين ينتقدوا الآن حتى الذين في داخلها كالديغير وغيره الآن النقد الذي ينتقدوه لا تظن أبدا أن هذا شخص مشارك. شفت كيف؟ طيب وين دورك أنت أصلا في صناعة القرار نفسه قبل أن تأتي وتنتقده في الأساسية؟ أنت أصلا جزء من قول الحرية والتغيير اللي شكلت الحظن السياسي لهذه الحكومة. بالضبط كده. فأنت دورك وينه؟ إذا كنت لا تستطيع أن تؤثر على اتخاذ القرار فاخرج من قول الحرية والتغيير. على كل حال هم كلهم مسؤولين عن هذا الكلام، حتى القوى الحية التي كنا نتصور أن يكون عندها موقف آخر وموقف قوي كحزب الأمة والمؤتمر السوداني وغيره. الآن تجمع المهنيين إذا استمر في أنه بهذه الطريقة سيضطر إلى غسل يده تماما من قوى الحرية والتغيير أو من هذه الحكومة. وأنا أقول للإخوة في تجمع المهنيين، إذا أردتم أن تستعيدوا ألقكم عند الشعب السوداني وعند الثوار فعليكم بالفعل أن تغسلوا أيديكم من هذه الحكومة، لأنه حصان خاسر قطعا، يعني قطعا حصان خاسر. يعني لكن إذا كنتم أنتم في تجمع المهنيين بالله عليكم لا تستطيعوا أن تقيس تجمع. لكن يعني أنا التجمع الذي ذهب للحلو وسوى وعمل ده تجمع حيمشي ما برأي هو الذي يدعو للمظاهرات الآن، هو الذي يعارض الحكومة. لا يعني هم أخي التجمع المهنيين يعني يستطيع أن يعيد لحمته، هم عارفين هذا الكلام. ومجموعة الشيوعيين التي حاولت أيضا أن تسرق تجمع المهنيين ومجاهدات تجمع المهنيين حيلفظوها. هذا كلام معروف عند المهنيين. المهنيين ليسوا قليلين، والمهنيين هم السودان، والمهنيين هم مثقفي البلد، والمهنيين هم ناشطي البلد. فهؤلاء أنا أدعوهم والله من هذا المنبر وأقول عيدوا لحمتكم مرة أخرى، ولا تتركوا الحزب الشيوعي السوداني يستغل منبركم ويستغل يعني الأمبريلا حقتكم، وأعيدوا لحمتكم وأعيدوا موقعكم عند الشعب السوداني. وليس هذا فحسب، اعلموا تماما أن هذا البلد إذا لم تجتمع فيه كل القوى السياسية وكل المشارب وكل القوى الحية في البلد، إذا لم تجتمع في هذه المرحلة ما تبقى، خلونا نقول مرحلة انتقالية، أو خلونا نقول ذات مرحلة انتقالية جديدة ما فيها الكرور ده كله، يتعامل مرحلة انتقالية حقيقية تهتم بقضايا المرحلة الانتقالية، لا وثيقة دستورية ولا هذا الكلام كله ما عنده معنى ولا يمكنه أن يخرج بالبلد إلى أي مكان. نعم، معنى أنك تؤكد ما ذكرته الأخت سمر حسين وهي بتعلق على رئيس الوزراء بأنه بحاجة إلى وثيقة جديدة والناس كلها تجتمع تصوغها بدون ما تكون هذه وثيقة دستورية. أشكر لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين وسعيدين نذكركم بأننا ننتظر منكم مشاركاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم وحتى الفيديوهات أو المعلومات التي تحبون أن تشاركوها معنا عبر الإيميل الظاهر أمامكم على الشاشة. الملتقى في مشهد سوداني جديد بحول الله. إلى ذلك أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.